الاجتماعي والاطراف المعنيه لاعاده هذا المخطط الجهوي للتنميه الذي تعده الجهه. حضرت السيدات والساده، ياتي انعقاد هذا الاجتماع في وفق اعداد برنامج التنميه الجهوي لجهه الرباط سيرة المطرة، وذلك وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 117 المتعلق بالجهات والمرسوم 216/1992 بتاريخ 20 يونيو 2016 الخاص بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية. ولكن حنا بغينا شنو هو الفكرة ديال كل رئيس من أجل تنمية جماعته، بالفعل أنه الطرق والمسالك وهذه كلها هي بنية تحتية لازمة لتنمية الجماعة، ولكن شنو هي؟ عزيز الهلالي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. اليوم نحن في إقليم الخميسات في إطار لقاءات الحوار والتشاور والاستماع التي ينهجها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تجاه كل المتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى تراب الجهة. بعدما مرينا من سيدي قاسم وسيدي سليمان، اليوم وصلنا إلى الخميسات. الأساس من هذا العمل هو التحضير المباشر في لقاءات مباشرة لتحضير لبرنامج التنمية الجهوية. هذا البرنامج الذي يؤطره القانون التنظيمي للجهات والمراسيم التطبيقية المرتبطة به يحث فيما يحث إليه إلى التشاور، وهكذا وإيمانا من مجلس الجهة إلى أهمية التشاور مع المسؤولين والمنتخبين الترابيين، فاليوم الجلسة كانت مثمرة جدا، بحيث جميع رؤساء الجماعات كانوا حاضرين بملفاتهم، كانوا حاضرين بالهموم التي عانت الساكنة سنوات طوال، وكلهم أمل في أن يتحول ويتحسن الظروف المعيشية للساكنة. أقول باسم رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة أن الجهة عازمة ولديها الإرادة السياسية الكافية ولديها القرحة على ما آلت إليه أوضاع هذه الجهة، ومؤمنة بأن جهة الرباط سلا القنيطرة هي جهة رائدة، هي جهة قادرة على المنافسة مع باقي الجهات، هي جهة تريد أن تلعب فعلا الدور الذي أعطاها لها الدستور في إطار الجهوية المتقدمة والجهوية المتوسعة. إذن نحن اليوم نحتاج إلى معرفة دقيقة لكل الملفات حتى يكون التدخل ديالنا في إطار من الشراكة، في إطار من التوافق، في إطار من جمع كلمات الجماعات لتستعيد عافيتها، على أساس أن المشكلة الكبيرة والاختصاص الأساسي للجهة هو بحث إمكانياتي التشغيلي وإحداث الثروة والحركية الاقتصادية، لأن اليوم إذا ما كانوا الشباب ديالنا مشتغلين، إذا ما كانش المحيط للمقاولة، إذا ما كانتش القوانين التي تؤطر هذا العمل، غيصعب علينا نحقق التنمية الحقيقية. إذا اليوم محتاجين إلى جامعات متماسكة قوية ومؤمنة بأن التنمية تنطلق من الاستثمار ومن ظروف الاستثمار ومن إيجاد فرص الشغل لكل أبناء هذه الجهة. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.